استضاف مركز VLCC في البحرين يوم الاثنين الماضي صاحبة مراكز VLCC في العالم السيدة فاندانا لافيرا بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح فروع البحرين، حيث ألقت كلمة تشكر فيها القائمين على مركز VLCC في البحرين، وأيضا تم تكريم سفراء مركز VLCC لاستطاعتهم لتخفيض أوزانهم في وقت قياسي. وكذلك ألقى السيد عبد النبي الشعلة رئيس مجلس إدارة مركز VLCC في البحرين كلمة يشكر فيها جميع القائمين على المركز وكذلك المشاركين الذين أثبتوا جدارتهم في تخفيض أوزانهم. في الواقع تم تنظيم هذه الفعالية للاحتفال بمرور 3 سنوات على تأسيس أو فتح فروع لهذه الشركة العالمية في البحرين التي تتعامل في مجال الصحة وتخسيس الوزن، والمناسبة أيضا تصادف تمكن المؤسسة من تحقيق تخفيض لوزن إجمالي قدرة 28,000 كيلوغرام من 8,000 مشارك في برامج تخسيس الوزن. هذه الجهود وهذه النتائج الطيبة تعكس أهمية الاهتمام بالاستفادة من مثل هذه الخدمات للعناية بالصحة أساساً، والمؤسسة تعمل في تعاون وتنسيق تام مع المؤسسات والوزارات الرسمية المعنية، لأن مثل هذه الجهود تنصب في الأساس لجهود الدولة في توفير كافة الخدمات المتعلقة بالصحة سواء من خلال المؤسسات الحكومية والمستشفيات الحكومية أو من خلال مؤسسات القطاع الخاص. احنا شاكرين وممتنين لأصحاب الفكرة وأصحاب المؤسسة الذين قرروا أن يأتوا إلى البحرين، وهم الآن في خططهم أيضا توسيع تواجد هذه المراكز وفتح مراكز جديدة أخرى في البحرين.